أول ما شفتها قلت كثير صعبة يعني الشغلة أول ما شوف الشغل وهيك بقول كثير صعبة بس مع الوقت بتتعود وبتاخذ إيدي امشي عدل يا زين ولي يا والدي هودي كلهم مشغولين هيدا متروك مبينين يعني باللمس أكثر من سالي مثلها بلش بدوي فيها أربعة بأربعة نعملها مثل الإكس بلش اشتغل فيها هي ضلنا اشتغل فيها يصير على قد الكعب تبعة بعدين بس يصير على قدها في على القالب تبعة نحطها على القالب دقة نشتغل على الدير يصير بعلو هيدي تقريبا نفكها مجددها تكون خلصت السنة هي بصعوبتها لانه صعب شوي يعني قليل اللي بيقدر خصوصا المكفوف يعني المكفوف شوي بده يقدر على اللمس يعني على الحس بصبيعه بده وقت فيها وفيها الوقت ليستوعبها كمان يعني.